تفاصيل لنا بالظبط. لنا للواقع مع الواقع تسفيه فكرة انه اصله غلط فانا سامحه، يعني فكرة ان انا اعتبر اي غلطة اولانية لاول راجل جوزته او انا جوزته اول غلطة في حياة جوزي هي غلطة واسفهها واتعامل معاها على ان ممكن اسامحه، ولا اللي بيغلط عارف هو بيعمل ايه مفيش مع وان ولا ضد. الغلط ده بالذات ما لا يغتفر. مفيش مع ولا ضد يا مفيدة، بمعنى انه ده يتوقف على طبيعة الطرف الآخر، طبيعته، شخصيته، صفاته، متسامح ثقافته. ولا متشدد، انا النهارده ثقافته، استاذ معمر لو انا جيت لك وقلت لك مدى العشرة. انا جوزي او بقالنا متجوزين مثلا سنتين ثلاثه وخني، انت كصديق تقدر لا تنصحني سنتين ثلاثة اقول له ايه؟ عدي يا سنتين ثلاثة، ليه؟ الكلام ده بعد 20 لا 30 كده لو يعني. بعد سنتين ثلاثة بتقولي أعديها ليه؟ اقنعني، يعني أنا قاعدة جنبك أهو بقول لك إيه أنا عايزة أتطلق، فأنت بتقنعني تقولي لا ما تطلقيش، أصله عشان انا مكمل على اللي فات شويه يعني، عوديني بقى على مش السيستم هكون الجديد، هزت النظام الثقة؟ الجديد لا يعني هقول لك حاجة، ان شاء هو الله. في اللي هو مفهوم الايموشنال بانك أكاونت، كل ما أنتوا في مثلا رصيد عاطفي أنتوا بتحطوه كل شوية، كل واحد بيحط في سنتين الحساب، ما لحقتيش تعملي الرصيد. ايوه حساب انا في في البنك بعد ده سنتين هذا كل الرجل ما كان الرصيد عمل ده كبير. علاقة وانا اكتشفتها اسامح واقول ان دي اول علاقة في حياته عفى الله عما سلف، ولا اقول واقفة؟ محدش يقدر يقول لك سامحي او ما تسامحيش، التسامح دي صفة شخصية فيكي، انت متسامحة هتسامحي، لا مش انا متسامحة لا ما تسامحيش خلاص، محدش يقدر يقنعك طب تسامحي. الراجل حتى لو مش متسامحة ما كلنا بنغلط، بس الرصيد، هو الرصيد اللي غلط موجود كلنا بنغلط في كلنا ايه؟ بنغلط، في انك تنفعي تخوني وارد جوزك؟ الغلط، اهو وارد الغلط لأي بني آدم. هل الرجل لما انت هتخونيه او جوزك بعد سنة او سنتين، وهنا الخيانة مش بتكلمها جسدية، بتكلم ان الخيانة مشاعر، اكتشف مسج على موبايلك بعد سنة ونص، هل ان رد فعله هيبقى بنفس طريقة رد فعلك؟ بيختلف ليه؟ لو هنعمل مقارنة بيختلف، ليه؟ ثقافة عشان هم الراجل، اتربوا على كده. هم اتربوا على اتربوا على لكن كده ان الغلطة واحدة. الراجل، ان الراجل من حقه حاجات كتيرة تتعمل، ان الراجل عنده حاجات تتحلل، انما للست لا، بس انما قدام الاتنين ربنا في غلط الاخر والاتنين خالص، حرام، بس احنا في الاخر خالص احنا الاتنين عملنا احنا غلطة الاتنين حرام واحنا الاتنين هنتحاسب. بالظبط كده، اذا الفكرة ان الغلطة دي ان احنا كستات متفقين بينا وبين بعض ان هو غلط اول غلطة، وده واضح من النقاش، انا هطنشها. لا مش هطنش، مش هقدر اقول ان كل الناس هسامحه هتطنش، يعني بس بعد ما اعرفه، لانه في غلطات بتكسر الثقه، لو كسرت الثقه استحاله الست هتقدر تطنش. ايه الغلطات من وجهه نظرك زي غير ما احنا الخيانه؟ بنتكلم الخيانه، ممكن واحد بيهدم في واحده في شخصيتها بقى من كتر ما هو مثالي وناجح ومميز. انا بتهيألي اللي بيهدم الست في شخصيتها ده اقصى بكتير، يعني من ممكن الخيانه يكون، بس ان هو يبقى شخص كده ده يهز اصعب ثقتها، بكتير من الخيانه، بيهز ثقتها بطريقه اصل انتوا بقى بتقارنوا كتيره حاجات مالهاش قوي. علاقه ببعضها، يعني اللي بيخون اكتر ولا اللي بيهدم اكتر ولا يعني، لا هما ولا البخيل بيقارنوا اكتر الغلطات. ولا الاجريسيف وعنيف اكتر، انا ولا حقيقه مش الامر هقارن يعني. المتبنيه فكره ان اكتر حاجه بتوجع الست هي الخيانه، سيبك من ان هو صح، بيهدمني دي انا ممكن اطنش، لو انا ما بشتغلش هكبر دماغي ومش هيلفت نظري، لو انا بشتغل هي دي الفكره اللي هستوقفني، لكن انا اللي تكسر الست حقيقي الخيانه. فانا بسال هل لو هو خني والراجل وراجل ايه؟ لو واللي كسروا الست الخيانة. خنته؟ طبعا. لكن هي فكره المجتمع عايز يقول لنا ايه، او اللغه المجتمعيه عايز تتعمل فيها ايه؟ لو خانك يا ستي اول مره طنشي وعديها، اعمل كده ولا لا؟ ما تطنشيش الا يعني اذا كانت طبيعه تكوينك وشخصيتك واعصابك وعقلك ايوه قادر على تجاوز الموقف طنشي، ما تقدريش تعملي كده اوعي تطنشي.